بهذا الفيديو رح كون عم اتعلم كيف اعمل اونلاين سيرفي ديزاين اللي هي بتخولني كون عم اعملها شير على السوشيال ميديا او باي ايميل انا وعم استعمل الجوجل فورمز. سو بفتح البيج تبعت جوجل، من بعد منها بكتب عندي كلمة جوجل فورمز. مجرد ما اكبس كلمة جوجل فورمز دغري رح يفتح عندي الصفحة تبعولة جوجل فورمز. رح يطلع عندي بهيدي الاريا من هون عندي start a new form او انه عندي templates already موجودين بقلب جوجل فورم. انا بدي start a new form، انا بدي اعمله ديزاين حسب ما انا بدي بديها تكون. سو مجرد ما تفتح عندي هيدي السكرين بلاحظ انه عندي شيء اسمه category questions وكاتيجوري ريسبونس. بالكويستشن هو مطرح ما بدي اعمل ديزاين للكويستشنز تبعولتي، بالريسبونس هو مطرح ما بتلقى الاجوبه من المشاركين اللي انا عملت لهم شير على الفورم تبعولتي. سو راح روح هلا اعمل الديزاين للكويستشنز على اول بيج. عندي هون شيء اسمه انتايتلد فورم، سو بدي احولها لتوتوريال سيرفي ديزاين. بتطلع انه هون على شمال السكرين من فوق بعد كلمة Untitled Form موجودة عندي، يعني بعد ما نعملها سيف على جي درايف عندي. فرح اكبس كليك بهيدي الاريا تحول الاسم تبع هيدي الفورم. هلا اذا انا بدي اخلق لوجو وديسكريبشن واجذب انتباه الاشخاص اللي انا عم ابعث لهم اللينك، في اكتب لهم هون Online Survey، حطيت ديسكريبشن للفورم. تبعت جملها أكتر بتطلع على هدول السكشنز بلاقي انه في عندي يا اما في اعمل انسرت لفيديو او في اعمل انسرت لايمج. هلا تنربح وقت رح ننزل ايمج، سو بكبس عليها بيطلع لي انا مطرح حريه نقي من وين بدي نقي هيدي الايمج. انا رح اقول له نقي لي اياهم من الفولدر اللي انا عندي اياهم، فرح نقي كلمه توتوريال والا اوبن. بس تنزل داونلود صار في عندي الايمج نازله، وراح اقول هون في عندي اعمل لها تايتل لل توتوريال سيرفي، اعطيتها ديسكريبشن. سو حسب نحن عن شو عم نشتغل بنعطيها ديسكريبشن. هيك بكون خلقت الامبلاج تبع السيرفي اللي انا عم اعمل لها شير. برجع بتطلع انا عندي هون كمان بنفس الكوماندات عندي يا اما بعمل اد كويستشن، بس اكبس على هي شكل بلس، بس اكبس بلس صار في عندي question، وبس اكبس على هيدي اللي موجودة عندي اياها كمان هون شكلها مثل اتنين بلوك فوق بعضهم، هي معناتها section. سو رح تكون section 1 هي title مع الايمج، section 2 رح خلي بلش بكاتيجوري section 2 سميها demographic questions. بالdemographic questions رح بلش بأول question. سو انا اقدر بلش باول كويستشن بس اكبس على مطرح ما عندي هيدا مبين باللون اللي كتير خفيف كلمه كويستشن، بيطلع لي على اليمين شو انواع الاسئله اللي معقولي انا اطرحها. ممكن اطرح شورت انسر يعني تكست كتير صغير فيني يكتبوا فيه البارتيسيبنتس، يا اما يكتبوا باراجراف كبير، يا اما مالتيبل تشويس بس هي شكل السيرك يعني بحق لهم ينقوا احتمال واحد، يا اما فعندي شكل تشيك بوكس ومن اسمها تشيك بوكس يعني شكلها كاري في ينقي كل الاحتمالات اللي موجودين عندي. واكيد كمان في عندي دروب داون يعني بيكونوا مخفيين، مجرد ما اكبس على الكويستشن بيظهروا عندي الاحتمالات. اكيد كمان في عندي لينير سكيل اذا بدي احط علامه من 1 على 5، او اذا عندي مالتيبل جريد في عندي كولون ورو وبدي احط فين كمان نقي احتمالات. فهلا رح روح نقي المالتيبل تشويس نشتغل بس كم كويستشن. رح سميها اول وحده جندر. جندر مجرد ما حطها انا بيطلع لي ميل فيميل وبريفير نوت تو سي، سو هون رح الغي احتمال الاذر. فحطيت 3 احتمالات انا عندي هون. في عندي شيء هون اسمه required، سو رح اكبس على كلمة required. ليش؟ تحت لي اجبر هالبارتيسيبنت يجاوب على كل الاسئلة. مجرد ما حطيت له اياها required معقول ينسى هيدا السؤال ويطلع عندي الداتا ناقصة عندي. بتطلع على هيدي الشكل العلامة اللي هون، هيدي معناتها duplicate يعني نفس الكويشن يكون موجود مرتين. سو لاحظوا صار عندي gender هون وgender هون.
سو صار عندي بهيدي الاحتمال question duplicated مرتين. إذا بدي أمحي هيدا الكويستشن أو حالة كويستشن تانية، كمان عندي هون علامة الريسايكل بن، بس حط عليها بتبين لي كلمة ديليت، فرح أكبس عليها ونعمل لها ديليت. بنتقل على الكويستشن التانية، بدي أسأل عن الايج، وهون بالايج بدي حط احتمالات. قال لي شورت أنسر، لا بدي إياها أنا احتمالات 0 to 17، بدي اياها 18 to 64. اكيد كاتيجوريز لازم يكونوا مور ديتيلد، بس جاست ان اكزامبل. سو حطيتهم بهيدي الطريقه. سو هودي هن الكاتيجوريز اللي عندي. كمان بدي احطها ريكوايرد، بدي اياها اجباري تكون ريكوايرد. خلصت السكشن الديموغرافيكس، بدي اخلق سكشن ثاني، رح اكبس على هون اد سكشن. هيدي رح سميها كاتيجوري تشيلدرن، يعني كل شيء له علاقة بالولاد. بدي زيد image فيه، زيد حد description فيه، حد description. هلا أنا اللي بدي أعمله بدي زيد question. سو على ال plus الموجودة هون بدي زيد question. رح سميها child labor. بحط yes no وما بدي answer. No answer. ما حب يجاوب هيدا الشخص. هيدي الطريقة. هلا كل مرة أنا بزيد كلمة other هون بيعطي احتمال وحرية لهيدا الشخص اللي أنا عم أعمل معه السيرفي يكتب كومنت. فكلمة other بتخوله إنه يكتب كومنت، لأنه يمكن أعطي شيء احتمال منه موجود في يكتب هيدا الكومنت عنده بالتكست اللي بيطلع له. سو هلا رح أعمل ريموف للأوبشن اللي هي بهيدي الإكس. إذا بدي زيد أوبشن بكبس على كلمة add option، بينت عندي الأوبشن number 4. صراحة أعمل delete، وأكيد بدي حتى required. هيدي بالنسبة ل child labor. هلا إذا أنا حبيت إنه كمان يكون بدل ال yes حط حده صور، أكيد فيني نقي الصورة اللي بدي إياها من أنا اللي عندي هون مثلا هون بالفولدر تبعولتي، واعمل لهم داونلود. هيك بصير يشوف الصوره اللي ريليتد للانسر وبيجاوب عليها. هلا رح شيلها لانه اتس ايرليفنت مع الاوبشنز مع الموداليتيز. في عندي هيدي الاكس الموجوده هون بكبس عليها. بهيدي الطريقه كون عملت ديزاين بشكل سريع للسيرفي تبعولتي. طيب هلا انا بدي اشوف كيف بدي اعمل لها شير مع العالم لهيدي السيرفي. فوت على كلمة settings. بكلمة settings عندي حرية اقول له collect email addresses، يعني الشخص اللي عم بيعطيني يعبي لي الجواب بجبره يحط الايميل. سو بيوصل له هون بهيدي الاحتمال بيوصل له ايميل ريميرسيمون وشو الجواب تبعولته. اذا حطيت limit one response بهيدي الحالة كل العالم اللي ما عندهم الجيميل ما رح يقدروا يفتحوها. كمان respondents في قلن انه فيك تعمل edit بعد submit، او فيك تشوف summary charts تبع والtext تبعولتك. سو عنا الحرية الكاملة. هرح نحكي عن general settings، ما رح نفوت بالكويز بفيديوز تانيين، رح نحكي عن design لكويز على جوجل فورم. سو بعمل save، بفوت على شيء اسمه response. بلاحظ هون في عندي شيء accepting responses. افترضنا انا بعت هيدا اللينك، وهلا رح نشوف كيف ببعتوا اللينك على فيسبوك تويتر، يعني حيالا سوشيال ميديا باي ايميل، وقلت انه بعد جمعه خلص ما بقى بدي اتلقى الريسبونسز تبعولتي. اذا ما كان في عندي ابلكيشن الفورم ليميتر، في بكل بساطه اكبس على هيدي الكبسه not accepting responses anymore. فخلص لو كنت عامله انا شير لهيدي الفورم ما بقى اتلقى ريسبونس. هيدا بالنسبة للريسبونس. هلا كيف بنعمل لها شير لهيدي الفورم؟ بكبس على كلمة send. بس اكبس على كلمة send بيقول لي فيا ايميل، سو هون مجبورة اكتب الايميل. فيا لينك بعمل كوبي لللينك، فوت بفتح فيسبوك او حيالا سوشيال ميديا تاني، وفوت ساعتها بهيدي الحالة على الأشخاص اللي عنديهم على الفيسبوك، بعمل copy and paste لهيدي السيرفي. copy and paste. سو في كمان
اعمل كوبي لللينك ودغري ابعته على الجوجل بلس او على الفيسبوك او على تويتر. سو كمان في بس اعمل كوبي فوت دغري على الفورم اللي انا الشخص اللي بدي ابعت له اياها واعمل انتر. بهيدي الطريقه صارت الفورم موجوده عندي. كمان اذا انا بدي اعمل لها بريفيو تاتاكد انه عن جد هيدي الفورم ماشي عندي، في عندي هون علامه مثل الاي بكبس عليها از بريفيو حتى لي اجربها. سو بلاحظ طلعت عندي الليبل اللي هي التايتل مع الصوره اللي حطيتها، بس اكبس نكست. رح نقي فيميل الايج، بقول كمان نكست نو سبمت. دغري مجرد ما عمل سبمت هيدا الشخص رح فوت على كلمة ريسبونس، رح لاقي انا عندي انه فرد شخص اللي هي جندر لونه ازرق يعني فيميل، اللون الاحمر يعني بين 18 و64، قالت انه اللون الاحمر يعني ما في تشايلد ليبر. سو هيدي الطريقه اللي ببلش انا جمع فيها الريسبونس، هيدا السمري، وهون الانديفيدجوال كل شخص بشخصه شو جاوب عليهم. في اعمل لهم برنت او في حتى اعمل ديليت للريسبونسز تبعولتي. سو هيدا بالنسبه لكيف نعمل ديزاين لسيرفي، كيف نعمل لها نحط السيتنجز تبعولتها، وهاو تو شيرت مع على الفيسبوك او على اي سوشيال ميديا ثانيه، واتساب تويتر جوجل بلس او اني اذر او باي ايميل او اني اذر سوشيال ميديا. في حال حبيتوا هيدا الفيديو ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على اليوتيوب شانل تبعولتي، لايك للفيسبوك بيج، اكيد تعملوا لايك للفيديوز وتتشاركون مع اصحابكم.